بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على هذه السلسلة المتعلقة بالسياسة الشرعية، فهذا هو المقطع الثالث، وسنتحدث فيه عن المصنفات التي كتبت وألفت في هذا الموضوع. كما ذكرنا في المقدمات الأولى وقلنا أن السياسة الشرعية هذا العلم هو من الأبواب التي صنف فيها وكتب فيها قديما وحديثا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كما هو الحال بالنسبة لباقي العلوم كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول والقواعد الفقهية وعلم التصوف وعلم المنطق وغيرها من العلوم، السؤال الذي يطرح نفسه كيف بدأ ونشأ هذا العلم، أعني الكتابة فيه، لأنه مبحث خطير بمعنى حساسيته، فهو حساس جدا، متعلق بالإمارة بالإمامة، متعلق بالتسيير والتدبير، ومن أراد التفصيل فعليه أن ينظر إلى المقطع الأول والثاني. عموما الذي دفع العلماء للكتابة في هذا العلم أو لإفراده إفراد هذا العلم بالتصنيف الحاجة إليه وواقع الحال، فالدولة والإمارة الإسلامية توسعت شرقا وغربا، وأيضا وقعت مجموعة من الاضطرابات ووقعت مجموعة من الصراعات السياسية بين طوائف كثيرة جدا من المسلمين، فأدى هذا إلى حاجة الناس إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه الفتن وهذه الاضطرابات، كيف يعين الإمام، من هو الإمام، من الذي له الحق في الخلافة. فالشاهد أن واقع الحال وحاجة الناس وما وقع من فتن واضطرابات هو الذي دفع إلى يعني تصنيف العلماء لهذا العلم. يقول الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام: ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله. لماذا نذكر هذا القول للإمام حجة الإسلام وفقيه الشافعية وعالم يعني العالم الكبير الذي كان بقيعة في العلوم العقلية والنقلية؟ فهنا ينمح ويتحدثنا عن الشيعة وخاصة الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء الذين يعتقدون أن الإمامة هذه في منزلة الإيمان بالله والإيمان برسوله. فبالتالي للرد على هؤلاء من المخالفين صنفت كتب وألفت مصنفات. طيب، فيعني الحاجة كانت ملحة للتصنيف. عموما العلماء في هذا الجانب، جانب الرد على الفرق المخالفة والطوائف المنحرفة، فتحدثوا عن باب الإمامة، وباب الإمامة هو باب غلب السياسة وجوهرها، فألفوا في هذا الجانب وردوا على الجعفرية والإمامية الاثنى عشرية. قد ألف في ذلك الإمام الباقلاني في كتابه التمهيد، كتابه هذا القاضي العبقري من أذكياء العالم ومن عباقرة هذا العلم، فصاحب التمهيد ألف ورد على هؤلاء هذه الطوائف. نعم، كذلك أبو منصور عبد القاهر البغدادي كذلك في كتابه أصول الدين أيضا ألف في ذلك الإمام الجويني إمام الحرمين في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد. فهؤلاء العلماء وغيرهم صنفوا في العقيدة وضمنوا مباحث العقيدة ما يتعلق بالإمامة، وهو مبحث سياسي بحت
صحيح يتدخل ويتماهى مع العقيدة إلا أنه مبحث سياسي. نعم، إذا نتكلموا على مصنفات وتأليف العلماء في علم العقيدة أو عفوا في علم أو السياسة الشرعية، فبالنسبة للأوائل من المتقدمين نجد مباحث هذا العلم متفرقة منتشرة في كتب الفقه والتفسير والحديث والعقيدة كما ذكرنا، فهي يعني كما هو الحال بالنسبة لكثير من العلوم في علم الحديث وعلم الأصول، تجده مبثوثا في كتب السيرة، أيضا تجد تفاصيلها وبعض مفرداتها منتشرة في كتب الحديث وكتب التفسير وغيرها. فالإمام الطبري مثلا في تفسيره الجامع ضمن مجموعة من المباحث والقواعد وأفرد يعني بعض هذه المباحث في كتابه، وإن كان كتاب تفسير، فهو في تعليقه على مجموعة من الآيات المتعلقة بطاعة ولاة الأمر وفيما يتعلق بالتدبير وفيما يتعلق بالحكم والملك، فهو لا شك ولا ريب أنه يضمن تفسيره تلك القواعد. أيضا في كتب الصحاح، فجوامع الحديث مصنفات الحديث فيها أبواب أفردت لما يتعلق بطاعة الأمراء والسماع لهم، فالسمع والطاعة ما لم تكن معصية. هنا أؤكد بعض الناس، هنا أفرد واحد يعني أفتح قوسا للرد على من يظن ويعتقد أن الإسلام يدعو إلى السمع والطاعة مطلقا، هذا لا يقول به عاقل. السمع والطاعة فيما أباح الله وفيما أجاز الله سبحانه وتعالى، أما الطاعة في المعصية فلا تجوز، وعليه فإن الطاعة تكون في المعروف. هنا فرق بين أن تسمع وتطيع وتغلق عينيك وتعيش كالدابة كالبهيمة كالعبد، فهذا لا يقول به قائل، ولا تغتر بكلام بعض المتشددين في هذا المبحث، مبحث السمع والطاعة، فهم يبالغون ويتشددون. الشاهد أن السمع والطاعة يكون في المعروف فقط، أما المعصية فهذا لا يجوز. فإذا تجد كتب الإمارة وكتب ما يتعلق بالسمع والطاعة مبثوثة في علم الحديث، كذلك في كتب الأصول والمقاصد. يعني إذا نتكلم هنا على بعض المباحث المتعلقة بعلم أصول الفقه، فالإمام مثلا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، وهو أول ما صنف في علم الأصول، كذلك غيره واضح كالإمام القرافي رحمه الله وغيره، فتتكلم على باب الاجتهاد. باب الاجتهاد هنا وكذلك ما يتعلق بالعام والخاص والمصالح المرسلة، هنا كنلقاو واحد المساحة كبيرة للحكام وللأمراء، لأن لما كنتكلموا ذكرنا في المقدمة الأولى والثانية من هذه السلسلة ديالنا أن السياسة الشرعية غالبا ما تتعلق بما ليس فيه نص، بما ليس قطعي، فهنا باب المباح وباب العفو واسع جدا وكبير جدا. فهنا قد بليك المصلحة المرسلة، جاء المصلحة المرسلة، لا يخفى عليكم أن في الشرع هناك مصالح معتبرة جاء بها الشرع، نص عليها الدين، مصالح معتبرة، وهناك مصالح ملغات. مصالح وإن ادعى الناس أو زعموا أو ظنوا أنها مصالح، إلا أن الشريعة قد ألغتها، كالكسب من الحرام والكسب من المال. فهذه مكاسب وإن كانت فيها نفع وفيها مصلحة، إلا أن مصلحة ملغات. إذا هناك مصالح معتبرة اعتبرتها الشريعة ونصت الشريعة عليها، وهناك مصالح ملغات ألغت الشريعة، وهناك مصالح لم يرد فيها نص بالنهي أو بالاعتبار، أي غير معتبرة وفي الوقت نفسه غير ملغات، فهي مصالح مرسلة مطلقة. وهنا كالقول عمل والمجال ديال العمل بتاع ولاة الأمور والحكام، كذلك الذين صنفوا في علم مقاصد الشريعة كالإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. فهنا تكلم على الكثير من المباحث السياسية، مثلا القاعدة التي ذكر قاعدة تعذر العدالة في الولايات، كذلك تحدث عن ما يجوز أخذه من بيت المال، ثم ذكر بعض الضوابط. الولايات
يقدم فيها أقوام الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. فهذا الكتاب مثلا كتاب العز بن السلام فهو أصلا فيه تفصيل وفيه يعني تفكيك وشرح مفصل لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد اللي هي من أساسيات القواعد الفقهية. وهذا الجانب ياك راه هو داخل السياسة الشرعية، راه ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بدرء المصالح وجلب المنافع، هذا هو دور ولي الأمر والحاكم، دوره أن يحقق للناس مصالحهم ويدفع عنهم المفاسد. طيب كذلك كتب القواعد الفقهية، ذكرنا المقاصد وذكرنا القواعد الفقهية، كتب الفروق، كتب الأشباه والنظائر، كتكلم على المصلحة وكتكلم على تلك القواعد التي كالمشقة تجلب التيسير والضرر يزال وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. هناك كان واحد الارتباط، واحد التداخل ما بين علم المقاصد وعلم القواعد الفقهية، كتب الفقه والفتاوى، النوازيل، حديثهم عن باب الصلح، باب الإمامة، ما يتعلق بالهدنة، السلم، إلى غير ذلك، الإمام القرافي في الذخيرة، مدونة الإمام مالك أيضا، وغيرها من الكتب. كتب التاريخ وكتب المغازي والسير تحدثت عن أحوال وسير وقصص الخلفاء وكيف حكموا وكيف دبروا أمور دولهم. كذلك تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري، كنا التفسير دياله اللي ضمنوا مجموعة من القواعد والضوابط، أيضا كتابه في التاريخ، تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر الطبري رحمة الله عليه. قلت فكتب التواريخ وكتب التراجم وكتب الطبقات هي أيضا تتحدث عن كيفية سياسة الحكام لشعوبهم، ولا شك ولا ريب أن فيها ذكرا لسياستهم ولتدبيرهم وغير ذلك من الأمور. كتب الأدب أيضا، كتب الأدب وإن كانت متعلقة بعلوم بالشعر وتاريخه وأخبار الأدباء، إلا أن فيها أبوابا للحديث عن السلاطين وفي علاقتهم مع حاشيتهم ومع الناس، كالعقد الفريد لابن عبد ربي الأندلسي، بهجة المجالس، وغيرها من الكتب. طيب فإذا فهكذا كانت كتب يعني مباحث السياسة الشرعية مبثوثة يعني في الكتب، كتب التفسير وكتب الفقه والقواعد والأصول والتاريخ والمقاصد وغيرها من الأمور. كذلك لا ينبغي إغفال أن هناك بعض الكتب المستقلة في السياسة الشرعية، وإن كان هذا الاستقلال هو نقدر نقول جزئي، ماشي استقلال تام بمفهومه الاصطلاحي. هناك كتب صنفت ومصنفات مستقلة في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين، إلا أنها كانت كتب جزئية، وهذه غنقسموها إلى 3 أقسام. واضح؟ إذا يعني كنهضروا على المصنفات في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين، وقلنا أنها كانت منتشرة في الكتب كحال كثير من العلوم، لكن هناك بعض الكتب المستقلة ولكن استقلاليتها جزئية، كتنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أو الجزء الأول هي كتب متعلقة بالسياسة المالية، فكتب الخراج وكتب الأموال، فهذه المصنفات التي صنفها الإمام القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وكتاب السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني، كتاب الخراج لعبد الملك الأصمعي، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال لأبي أحمد حميد بن مخلد بن زنجويه، كتاب الأموال لأحمد بن نصر الداودي، وغيرهم من المصنفات. هذه الكتب، كتب الخراج وكتب الأموال، يتحدث عن السياسة المالية، تتكلم عن العلاقات اللي كانت ما بين الملوك والحكام في دولهم والممالك الأخرى، تتكلم على موارد الدولة، من أين تأتي الدولة برزقها وبخراجها وبأموالها. فذكرت في هذه الكتب في مجملها 7 موارد: خمس الغنيمة، لأن كانت وقتها توسع وكانت حروب وفتوحات، الركاز كذلك ما يوجد وما يجده الناس من كنوز ومن أموال مدفونة وجواهر، وما ألحق بهما.
إذن خمس الغنيمة والركاز وما ألحق بهما، هذا المصدر الأول. الفيء كذلك، لأن خمس الغنيمة هو جزء من الفيء. طيب نعم، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، معلش هو ده قد نص عليها القرآن في سورة الأنفال. فالخمس خمس الغنيمة والفيء، عفوا، خمس الغنيمة والركاز وما ألحق بهما، هذا من مصادر الدولة. الفيء كذلك، لما الغنائم. ثالثا الخراج، خراج الأرض الصلحية والأرض العنوية، أي الأرض التي فتحت عنوة والأرض التي فتحت صلحا، فلكل أرض خراجها، واضح. رابعا الجزية، الجزية كذلك من مصادر الدولة ومواردها المالية. خامسا ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين، بمعنى ما يؤتى وما يدفعه اليهود والنصارى وأهل الذمة وكذلك الحربيون حينما يتاجرون في بلاد المسلمين، هذا من مصادر الدولة. سادسا مال من مات ولا وارث له، من مات وليس له وارث. السابع الذي ضل يعني صاحبه لا نعرف صاحبه وجهلت أربابه، المال الذي لا نعرف صاحبه ولا أربابه. فهذه من مصادر الدولة المالية. طيب، فكثير من المتقدمين ألفوا في هذا الجانب السياسة المالية، والسبب في ذلك الذي يطرح نفسه هو لماذا كثرت هذه الكتب، الخراج الخراج الخراج، الأموال الأموال الأموال، لأن وقتها كانت الدولة الإسلامية في أوج توسعها وكانت منفتحة على، منفتحة بالمفهوم العسكري على الممالك المجاورة، فبالتالي هذا صب على الدولة، ماذا؟ صب على الدولة الكثير من المصادر المالية. طيب، بالإضافة إلى أن فقه المعاوضات وفقه أو فقه الأموال هذا من قلب السياسة الشرعية. إذا ذكرنا الكتب التي ألفت عند المتقدمين، ياك، مستقلة، هي تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول كتب السياسة المالية، القسم الثاني كتب الإمامة والأحكام السلطانية. ألف في ذلك شهاب الدين بن أبي الربيع كتاب ديالو السلوك المالك في تدبير الممالك، كتاب السياسة للحسين بن علي المعروف بالوزير المغربي، ألف كذلك في هذا الجانب، كتاب لطف التدبير في سياسة الملك لمحمد بن عبد الله المعروف بالخطيب، رسوم الخلافة لأبي الحسين هلال بن المحسن الصابئ، الأحكام السلطانية للماوردي، الأحكام السلطانية للماوردي، قوانين الوزارة، كتب كثيرة جدا، نصيحة الملوك للماوردي كذلك، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك للماوردي، إلى غير ذلك، غياث الأمم للإمام الجويني. طيب، تبر المسبوك في نصيحة الملوك، كل هذه الكتب كثير، منهج المسلوك في سياسة الملوك، معد النعم الطرق، إلى غير ذلك، كلها كتب ومصنفات في السياسة الشرعية. نعم. القسم الثالث، القسم الثالث كتب الحسبة، كتب الحسبة، الحسبة هنا بكسر الحاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف إذا ظهر والمنكر إذا ظهر، واضح، دواء الحسبة. والمقصود به هنا هو المسؤول اللي كتعينه الدولة باش أنه يراقب الأسواق، ولأن الحسبة غالبا مرتبطة بالأسواق لكثرة الغش أو لمنع الغش ومنع التلاعب ومنع ما يؤدي إلى هنا. حسبة غالبا متعلقة بمراقبة الأسواق، وجمعت بين أمرين، جمعت الأمر الشرعي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلت عليه الأدلة القرآنية في السنة، الكتاب والقرآن والسنة. طيب، وفيها كذلك الجانب السياسي اللي هو إظهار مراقبة الدولة وسلطان الدولة، وأنها لا تجعل الأمور هكذا سبهللا، بل هناك زجر سلطاني وقهر سياسي لكل من يحاول الخداع والغش والكذبة والفساد. فهناك كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي، رسالة في أدب الحسبة والمحتسب لأحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف الأندلسي، أدب الحسبة للإمام السقطي المالقي، الحسبة لابن تيمية رحمه الله، معالم القرية في القربة، عفوا، معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد القرشي، وغيرها من الكتب. طيب، إذا كاين 3
أنواع من المصنفات في الكتب المستقلة في علم السياسة الشرعية، وإن كان الاستقلالية هي جزئية. كاين كتب السياسة المالية، كتب خراج الأموال. الجزء الثاني ما يتعلق بالحسبة كما ذكرنا، ما يتعلق بالحسبة وما يتعلق بمراقبة السوق وغير ذلك. وأيضا هناك ما يتعلق بالأحكام السلطانية، ما يتعلق بالأحكام الإمامة. واضح؟ إذا ثلاث أنواع من الكتب عند المتقدمين. هنا غادي نلاحظوا في هذه الكتب التي ألفت في السياسة الشرعية المستقلة، غلقوا أن السياسة الشرعية مخلطة متداخلة ممتزجة مع الأمور الشرعية، مع العقيدة. ذكرت لكم أحكام الإمامة، تطور الفقه، نهضروا هنا على الحسبة. واضح؟ إذا كاين تداخل ما بين موضوعات السياسة وموضوعات العلوم الشرعية والمباحث الشرعية. أيضا غتلقى أن علم السياسة الشرعية أو الكتب المصنفة في السياسة الشرعية كثير منها مرتبطة بالسياسة المالية، القضية، الأسواق. واضح؟ هضرنا على الخراج، هضرنا على الحسبة. طيب، وهنا لابد من الإشارة أن جل من ألف في هذا الجانب هم من الشافعية، وهذا من اجتهادهم ومن فتح الله عليهم أنهم صنفوا في أغلب هذه المعارف، كما ألفوا كذلك في الفقه والأصول. فجل من صنف في علم الأصول بل حتى في علم الحديث من الشافعية فقد فتح الله عليهم. فتجد أن الإمام ماوردي وقد كان شافعيا ألف 4 كتب في هذا الجانب. طيب، يعني أيضا، إذا هذه ملاحظة. أيضا المنهجية التي صنفت بها كتب السياسة الشرعية، فغادي نلاحظوا 3 الحوايج. أولا، أنها تناولت الأمور التاريخية، الناحية التاريخية الواقعية. أيضا هذه المسألة الثانية، أنها تكلمت عن المبادئ والقواعد التي شرعها الدين وأرساها الإسلام فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. ثم الأمر الثالث، أنها جمعت ما بين التنظير والتطبيق، بين النظرية والواقع. طيب، بين النظرية والواقع. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالمصنفات التي صنفت في كتابة أو السياسة الشرعية. نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى هنا، وفي المقطع المقبل بإذن الله عز وجل غادي نتكلموا عن القواعد التي يعني التي القواعد العلمية للاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية، وأمور أخرى إن شاء الله. نقول ما تسمعون، وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.